مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك العيد. عنا كيلو طحين، كوبين سكر، ملعقة طعم سمسم، ملعقة طعم ينسون، ملعقة طعم دقة الكعك، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة وربع صغيرة عقدة صفراء او كركم، نص كوب زيت نباتي، كوب زبدة دايبة، وكوبين ونص حليب. هيدا الكوب اللي عيرت فيه كل المقادير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السمسم فوق طحين، ينسون، دقة الكعك، الخميرة، بحركن مع بعض. أكيد واو ريحة كتير بتعقد. بحط الزيت والزبدة، بخلطهم مع بعض كمان. بفركم بالإيد بهيدا الشكل مع بعض بهيدا الشكل. بنفركم بس فركتن وصاروا بهيدا الشكل. هلأ لنكفي مع بعض، بنحطن على جنب. هلأ بحط السكر والعقدة والحليب بحركن منيح ليدوب السكر. انتهينا من التحريك. هلا بحط شوي شوي من الخليط وبعجنهم بايدي. بسم الله. انتهينا من العجينة، صارت بهيدا الشكل.
هلأ استعملت يعني أنا كوبين حليب، فضل عندي تقريبا نص كوب. هلأ بغطي العجينة وبتركها تخمر ليلة كاملة، كل ما خمرت العجينة كل ما أفضل. هيدي العجينة بعد ما حطيتها ليلة كاملة بالبراد، قبل ما اشتغل فيها كمان حطيتها برا 3 ساعات أقل شي. لنبلش الطريقة نكفيها مع بعض. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بعجنها شوي، ببلش اشتغل فيها. بعمل الكعك بهيدا الشكل، بشيل القصم بعمله بهيدي الطريقة. بحطها على القالب بهيدا الشكل كمان، بتكبس عليها. هلأ منشيلها، شفتوا كيف؟ هول الكعكات بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة هلأ بحطهم بالفرن، أخذوا بالفرن 9 دقايق أكيد حسب كل فرن. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا. هيدا الكعك اللي عملته أنا وياكم بعد ما بردوا، لنشوف مع بعض كيف طلعوا. هيدا الشكل النهائي، هيدا كعك العيد اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. وتنعاد على الجميع بالصحة والعافية، وكل عيد وإنتوا بألف خير يا رب. باي باي.